عفن عديد في الرطب. شنو؟ عفنت؟ تجد 200 يا ابني. انت تفتكر الدرجه السابعه اللي انا وصلت لها دي شفتها بالهين؟ ياما نحن تحكينا حق في الوزاره دي حتى ما وصلت لها. اصبر. والله انا كان من المخلوق اللي اسمه مختار ده السجل الله يقلعه. كان للامن و14 وصلت العاشر. بالمناسبه ما لقيته. مختار؟ ايوه. لقيته ليك حاته بالبلا مستاء وشكله ذاته شفته متغير ما مختار بعد كده حتى قلت ضربه سكري ولقيت مين؟ في السوق قاعد نجم واحد بس شايفه اها ولقى له شغل ولا لسه؟ ما جريته العمله دي الحين شغله ثاني مو حيشتغل في مؤسسه ثانيه لا 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 سعاد لا 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 اسمحي لي اسمحي لي والله الراجل ده ما شاء الله ذول شاطر وعنده خبرة كبيرة في الحسابات. يعني اي ذول شاطر وعنده خبرة نخليه يسرق البلد ويسرق المؤسسة ويشطر علينا احنا؟ سبحان الله. يوسف قال لي لقاه في السوق العربي في منظر يحنن والله. عارض صحته للبيع عشان يمشي بها اموره. زمن والله زمن. ولسه ياما يشوف كثير. أنا حقومه بروحتاي يا أخي حرام عليك حرام عليك يا أخي الراجل ده كان رئيسنا وكان زميلنا ولا تو عندكم حاجة خاصة مع بعض أحمد على الأقل ما تخلط الأمور ببعض وأنا زولة شغالة تفضل امشي مكتبك لا ما هو أنا داير أقول لك شنو يعني أسمع هنا أنا زولة شغالة
بساعات بدون مرتب ولازم يشتغل الشغل ده صح ويشتغلوا كامل صح ولا ما صح؟ صح. طيب اتفضل امشي مكتبك. قلت لك هجيب لك معايا سندوتش. شكرا. طعميه لك يا عم. استاهل استاهل كل اللي بيحصل. استاهل كعب كعب. مختار بتبكي مالك؟ ابكي على عمري على حظ الكعب يا ليلى. بدل ما تقعد كده تبكي وتندف في حظك يا مختار اطلع اطلع يا اخي اطلع شوف لك شغل. مختار راجع اصحابك شو زملائك خليهم يساعدوك. ليلى أنا ما حصل ساعات تزور عشان يساعدوني. أنا حياتي كانت عدوانية كنت أناني كعب. لو ما عاد فينا الشغل نجيب ناس يعرفوا الشغل. يجيبوهم منين انتوا؟ أكيد جايبينكم بواسطة. يلا راجعوا لوراكم وشوفوا شغلكم. عالم عجيبة. هاي كيف حالك؟ وين أنت يا أخوي؟ طولنا ما سمعنا صوتك. ها؟ قلت شنو في الورق؟ لا 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 المرة اللي فاتت كفاية المرة اللي فاتت. لا يا اخوي المرة دي ما كم؟ انت عارف الورقة اللي عندي بيعمل شنو؟ ها؟ بكرة. لا 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 هتجيب الموضوع ده وسلمني لك عشان ما بقى. نعم يا ريس أنا جايك في مشكلة. أرجع عليك ها؟ أنا عندي شكوى. شكوتك شو؟ الشكوى دي فيك أنت يا ريس. تفضل. صراحة كده أنا جاي أتظلم لواحدة زميلتنا هنا. دي من الأستاذة سعاد. انت المحامي بتاعها مالها سعاد؟ سعاد يا ريس ما قادر اتواجهك وانا جيت اواجهك. وصف انه شفتك في المكتب ده هنا ورفدك من البلد دي زعتك. تفضل اطلع برا تفضل. قصة عجيبة. نادي لي سعاد. ماله؟ ممكن الزول برضه يساعد نفسه عشان ما يستسلم للإحباط؟ عشان ما يستسلم للإحباط، أنت لازم تساعديه. أنا؟ يا ريت. ليلى. أيوه. أنت ممكن تطلعيني من المهنة دي. أنت أملي الوحيدة يا ليلى. أنا؟ خلاص امشي المؤسسة المستصلون عشان انت ترجع؟ مؤسسة شنو يا ليلى؟ انا عايزك تتوسطي لي عن ابوك. ابوي؟ ابوك ممكن يساعدني ويشغلني في واحدة من مؤسساته.
نسيت يا مختار. الو اي حد؟ انا جاي على البيت. خلاص كويس تجي بالسلامة. الله يسلمك. هذا ابوك قال جاي يا ليلى يا بيتي، وربنا يهدي سره بعد الموضوع ده على خير ان شاء الله. ابوي صعب يا امي. هينا لكن ما في نهايه يا كبتنا. نسوي شنو؟ الضفر ما بيطلع من اللحم عاد. يا امي انت اللي السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام والرحمة. في شنو؟ اختيارك انت اخترتيه، حياتك وانت اخترتيها. ارضى عني يا ابوي، بارك لي اختي في المختار. يا بيه بعد ما عرستي غصبا عني سويتي بعاطفتي، سويتي بدون تفكيري، ما خديتي بالك الزمن الظروف انها تطحنك. الكلام ده ما قلته سايق، ما قلته لانه انا ابوك وانت بنتي. يا حاج خلاص يا ليلى، كلم امك خليها تحاول ابوك، شوف لك مبلغ كده تستثمريه وانا اضمن لك دراسه مشروع ناجح. عايزين بعد الحسن ده كله امشي لابوي اقول له احنا محتاجينه، ابو اختار اترفض ساعدنا. خلاص يا ليلى ما في داعي، انسى. مختار أنا بس كان عايزاك تعتمد على نفسك وتبدي روحك صيغة أكبر وتطلع من العزلة اللي عايش فيها دي وتشوف لنا شغل ناكل من وراه وعيش. سألتني أنا قلت لي عندك دباسة وقلت لك ما عندي. سألت أخوانك وملانك ديل. الناس ديل أنا مبارك أنا في بالك مش ديل قلت لي ما في. سبحان الله زي ما أنت كنت تستدري له. هسه أنت مبارك طيبة ربع ساعة كده. سبحان الله. دبابيس ما عندكم دبابيس؟ أنا عارف إنه ما عندكم دبابيس. أحمد دبابيس. أحمد؟ أها. يا اخي لا موضوع سعاد تشيل برا من راسك. شوف يا شباب يا زلمه انا مصمم مصمم. والله اللي عاجبني فيه صح بيصير على موقف تماما. يا اخي انت عارف اذا ما بيسجل حضور في المؤسسه دي الا يسجل سعاد اول شيء. يا اخوي احمد ده تاعب نفسه. سعاد دي ما جايبه لا خبر ولا شايفاه. اصلا مختار كررها الزواج والفكره هنا.
في العيد ده. الله يا سعاد بيت ممتاز والله، لكن انت عارف والله شكلي عارف ان المختار ده حاجات كتير. انت عارف سعاد دي جامله، المختار ده في المؤسسه دي قبل ما يصل لمدير مالي بل هي ساعدته عشان ما يصل للمنصب ده. سعاد اسمع انت ليك؟ انت عارف؟ الدبابيس دي والله خلصانة يا اخي والله خلصت. لا تقول ليه مش مرتبة ثانية حتى لو ذاتي؟ لا 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 مش سعد ما ما حزين والله حزين صراحة يا ما لك حزين مش أنا في حاجة وقفت هنا. مالك الوظيفة هنا شنو؟ يا أخي أنا أمشي مكتب الموظفين ويس 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 ويس. أمشي الإدارة ويس 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 ويس. أمشي الحسابات ويس ويس. المؤسسة دي كلها ويس 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 يا أخي ده شنو ده؟ أصلاً المؤسسة دي كلها ويس 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 شغالة كده. يا أخي أنت ما عارفة القصة شنو؟ أنا داري أسألك سؤال. أسأل. أنت مختار ده مش اختلص من المؤسسة دي؟ لا معروفة ودي حاجة معروفة وأي زول عارف إنه يختلص، حاجة معروفة دي. طيب يختلص منك أنت ليه؟ مني أنا؟ الناس كلها قالوا هو شال منك 30 مليون. وكمان في ناس بيقولوا 35 وفي ناس بيقولوا 40. شنو؟ 30 و 35؟ ده كلام شنو ده؟ هي كلها 30% وأنا اللي بدي عليه. 30 شنو؟ هاي 30% من الراتب بتاعي، أنا بدي عليه كل شهر. و 30% ليه؟ ده اتفاق بيناتنا، عايزين نوفر مع بعض. وفروا؟ هاي بنوفر. وتوفروا ليه شنو يعني؟ ما اصلا احنا انت اصلا تسالني ليه؟ دخلك شنو انت يعني؟ انا دخلي شنو؟ سعاد انا تقولي لي دخلي شنو؟ هاي دخلك شنو؟ انا دخلي شنو؟ سعاد لما كان عندك ونبيك يا سعاد جبت 3 حافلات هنا والناس ركبت ومشت البكا، منو اللي عملها؟ ما انا يا سعاد. تقول لي برضه دخلك شنو؟ طلعت للمدير في الطابق 5 لغايه ما رجلي اتكسرت وجبت منه التوقيع والتصديق ورفعت الزيت والسكر والدقيق ورفعتهم في البوكس ووديتهم لك البيت، برضه تقول لي دخلك شنو؟ لما كنت عيان يا سعاد. منو غير جاك في المستشفى؟ برضه تقول لي دخلك شنو؟ لكن معلش أحمد يا أحمد هاي بابا أمر أنا حفاهم بمحاصة كل شيء نسمع أصلا كان بيني وبين مختار على الزمالة كانت لفترة طويلة وتطورت العلاقة دي وبقت علاقة عاطفية بجد يعني كانت علاقة جميلة جدا وتخطبنا وكان بموافقة كاملة من جانبها دي وأهلها لكن أبوه توفى وأمه اتزوجت وسافرت برا وقدر يقنعني انه نوفر 30% من المرتب وانا بايدي دي بسلم 2 مرتبي كل شهر لمده 4 سنوات احنا بنوفر والتوفير ده طبعا في البنك وباسمي طبعا في البنك وباسمي لانه انا اصلا ما حصل يوم واحد شكيت في امانته وهو دائما كان يعني معيشني في احلام وامال سعيد رفيت لي مبلغ عشان علي بيه امي برا السودان هي يقول لي بكره وبعد بكره الشيخ ما معاي وتعالي تاني بديت اضرب له تليفون التليفون بقى غافل المبلغ ما بيه خاص الحكايه دي انا شكيتها وفعلا حطيته تحت المراقبه لحد ما جاء يوم Thank you.
دي منو يا مختار؟ دي منو يا مختار؟ انت منو؟ انت منو؟ انا خطيبته، انت منو؟ خطيبته؟ اها انا فايتك بدرجة، انا زوجته. انت عرسها يا مختار؟ مختار انت عرسها؟ مختار ومن اليوم ذاك كرهت مختار، كرهت اي راجل في شخص مختار. خسيس خسيس ويستاهل اي حاجة حصلت له. الحمد لله إنه ربنا نجاني من الارتباط بواحد زي ده. أحمد أنت ناسي هنا؟ لا ما الدبابيس مشيت أجيب منها الدبوس لقيته ما في. دبوس ثلاثة ساعات؟ ها؟ آه خلاص ما في مشكلة. قم عندك شغل منتظرك. اسمع أنا مصمم. سعاد البديل النقدي ليش ما وصل؟ البديل النقدي يعني 15 يوم كده ان شاء الله وينزل. طيب ما نزلنا غالبا يوم الثلاث. انا عايز اقول لك شو؟ ما بلقى لي عندك 7000. يا مختار يا مختار يا اخي اسمعني يا اخوي، انت ما عندك حل تحل بيه مشاكلك دي غير انك تغترب، وبالطريقه اللي انا فهمتك بيها. يا طارق يا صديقي، الاغتراب ده عايز استعداد مالي وتجهيزات وانت عارف. وافق انت وهي مستعده توفر لك اي حاجه متعلقه بالسفر والاقامه وفي افضل فنادق، بس انت وافق يا مختار؟ انا كمان ما داير تفهمني اني مفلس الدرجه دي وغرقان مفترض تنشيني من المستنقع ده. هي المحتاجة ليك وارتباطها بيك حيخليها تسافر برا، لأنك حتكون زوجها رسمي وبدونك أنت ما حتقدر تدب تأشيرة خروج. ولو فكتني عكس الهوى هناك أنا أرجع السودان كيف؟ يا مختار يا مختار علي، الكلام ده يقول أي زول تاني غير مختار يا أخي. وين مختار علي اللي أنا بعرفه؟ الحاجات دي متروكة لذكائك. صحصح معايا يا مختار. الله ويا ليلى يا بنتي، ابوك ما بيعشك وما بيمختار فيه وما بيشوفك وداير يرضى بمشروع يساعدكم بيه. بس يا امي مختار قاعد عاطل قاعد بدون شغل ولا جاي يزول يساعده، هيدي مأثر على نفسياته خالص، وانا خايفه تأثر على زواجي بيه. والله يا بنتي عاد الله قادر، انا اسوي لك شنو؟ انا في يدي ما في حاجه، وانت يا ابوك عارفاه ما بتراجع من كلام قاله. ما اكثر من كذا، ما قصدي اعرضك لاي احراج او اي ذله او اي شماته. المهم تصرفي الدغلط، كونك تمشي لامك من غير موافقتي ده معناه وانت ناويه تحمليني وتمشي بين اهلك. انا لو كنت ناويه امشي بين اهلك امي وقت اللي كان عملتها في الزمان. هل حددت اهلي وزوجتك وعشت معك انت؟ خاصة بعد ما سمحت قصتك مع زميلتك سعاد ظلمك ليها. برضه صامحتك، بس انا خايفه يجي اليوم اتهمني في وانت تظلمني في وانت.
هي بتبوق لحد ما ظروفي تتحسن. انا ما عندي مانع. يعني انا برضو السبب؟ لا ابدا. انا خايف عليك. الفقر والجوع ده ما بيشبهوك. الحياه اللي انت عايشاها دي ما بتستاهليها. بعدين انا حظوظي في البلد دي ما نافع. تقصد شنو؟ يعني قصدي اجرب حظي في مكان تاني. مختار تجرب حظك في مكان مختار. اي انك لسه بالله وبكره الخطوره الان عامله لك ده وانت بتحبه زعلان وبعدها تيجي اشوف تجرب حظك في حته ثانيه دي كيف؟ اوكي حبيبي. مكان تاني كيف يعني؟ أنا ناوي أغترب أهاجر هناك في بلاد الغربة. ممكن أشتغل أي شيء ولو شغل هامش وأجتهد وأكون نفسي. والاغتراب ده كيف يا مختار؟ بلاش؟ هطلب منك آخر مساعدة. صدقيني يا ليلى ما حنسى جمالك معي. أنا كل اللي بقدر أساعدك به وساعدتك به يا مختار. تاني في يدي شنو أعمله؟ ليلى أنا ما داري منك إلا حق التذكرة وتجهيز سفري. تذكرة وتجهيز سفر؟ من وين؟ من وين وأنت عارف؟ نبيع جزء من العفش ومعاهم قلاشات الدل. صدقيني من أول مرتب أرجعهم لك مضاعف يا ليلى. والاختراب ده مضمون؟ جدا. بس ناقص قروش التذكرة والغويشات ورضاك أنت يا روحي. قلت شنو؟ جدا. كوسر والحلاوه حسب من البارح. تفضل. احنا ورانا شغل ما فاضي للتليفون جدا. اها ان شاء الله يجيبني باخبار. هي كوسر ما تديني اخذ نفس. عموما انا مشيت له ووافق على شروطنا كلها. يا اخي ده طاري اللي انا بعرفه. يا اخي الله يبرد حشاك. هم طبعا المسألة يعني ما كانت بالساهل وارهقني واتعبني جدا لغاية ما اقتنع. اها بمناسبة التعب والارهاق ده رايك شنو في قهوة مظبوطة تعدل الراس؟ نشرب القهوة مظبوطة. دقايق ونحكي لك. يا ليلى. ايوه تعال. مختار جبت البس ماشي وين؟ انا قاعد اعمل لك الفطور. قبال ما انسى الفطور خليهم. الغويشات اللي اديتيني لهم لا جابوا حق التذكره ولا جابوا حق الجواز. انا في رايي يا ليلى نبيع العفش اللي هنا ده وباقي الاربع غويشات اديني لهم اتم بهم القروش. الذهب ممكن لكن العفش لا. طيب اسافر كيف؟ هسافر كيف من غير الدهب ومن غير العفش؟ اقول لك كلام؟ السفر ده ذاته خليه انسيه خالص. خلاص يا العفش. ايوه كده كده صح.
صدقيني يا ليلى، مجرد ما اصل هناك واشتغل الذهب بيجي والعفش بيجي واي حاجه حتجي. كتبوا معي الدولاب، طلع القروشات وانا امشي للدلال عشان يجي يشوف العفش. يا عز الناس تسلمي. لا 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 لا، ما في ايدي اصلا، ما بلعب انا، عصمة في يدي يا اختي. دي بلد غربة ما نعرف اللي بيحصل فيها شنو، وهو كل مرة نفتح نمشي نجي على واحد يتم ولا شنو. اي لا لا لا، مفتحة هكا تقول لي ثم اللي حصل على شنو يا زولة. لا بقى لاختي ما بصدق، وصلت وعقدت بيتين يا بنتي الاسبوع اللي فات انا لقيتها. لا 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 لا، شديده شديده شديد. يا ظل حظوظ كده. هسه خلينا المواضيع دي، الشقه اللي حصل فيها شنو جاهزه؟ حتسافر يا مختار؟ كلها شهر شهرين. اصل هناك ارسل لك الفيزا ومعاها التذكره، تركبي تجي، نجتهد نكون نفسنا، نجي راجعين نعيش حياتنا. خايفه فراقنا يطول يا مختار؟ لا لا، سنه سنتين بتمشي وبتعدي، ما تخافي. انت حتعملي شنو؟ حاقفل البيت ودي المفتاح لسيده ومش هقعد الناس ابوي لغايه ما ترسل لي. كويس مختار، خلينا امشي معاك المطار. لا لا، انا حمشي بيت مع طارق صاحبي لانه الطياره بتقوم بدري. انا جبتك هنا مخصوص عشان اودعك، وخلينا نستفيد من اللحظات دي. وخليني اقول لك حتوحشني يا ودليل اللي انا مالك فرحان كده، فرحني معاك. اسمع يا ستي، انا عندي لك اخبار، اخبار طاقه بتهمك انت وبس. اختي انا استنى لي يا طيب، وريني الحاجه اللي خسرت. اسمك شوف يا ستي، الاستاذ مختار المدير المالي السابق لهذه المؤسسة اللي اتمرمط في الدنيا دي مرمطة شديدة جدا جدا، خلاص اتفتحت عليه ابواب السعادة. بس ما تقول لي حاجة تاني، المؤسسة دراجة. لا 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 لا، مؤسسة شنو؟ هو تاني بيرضى يشتغل في المؤسسة دي؟ يا ستي، الاستاذ مختار الان بيجهز في اوراقه للسفر، يطير للخليج. وريني انت الوراك الحاجات دي منو؟ الاخبار دي جبتها من وين؟ هو انا عندي شغله، مين ما يترفض مختار ده غير مختار وغيرك انت؟ انا؟ ما انا مصمم. دي الجوازات يا ستي انت ذات السفر. معقولة؟ بالسرعة دي يا طارق؟ كيف؟ ما هي شي بيتفهم انت عارف؟ مختار جاهز؟ لا لا لا، مختار ده جاهز، انا هسه همشي اغشاو واوريه موعد السفر. انا محتارة، اشكرك. يا بنت يا بنت، شكر المسلسلات ده انا ما داير، انا داير الشكر الحقيقي. ها؟ شكرك؟ نزل مبارك في حسابك. هذا الكلام كده انت شكرتيني بحق. ما قلت له يا طارق مختار ده كيف؟ والله يا هو زول يعني كان شغال حسابات واترفد، وده موضوع ما في معنى كثير. المهم انه زول بهلوان جدا. بهلوان؟ علي انا؟ يا طارق ده انا حالبس لك زي الخاطر في صباعي، الف
زي ما انا عايزه وبمزاجي. عموما الف مبروك واتمنى لك سير عسل موفق وان شاء الله بتنا رؤياك. ميرسي يا طارق. بالمناسبة دي رايك شنو في قهوة مظبوطة؟ هي المظبوطة دي بين الزبر معي تقريبا وفي أحسن حتة ما تنسي بكرة؟ خير يلا تشاو. باي باي. باي. عليكم السلام. كيف حالك؟ مرحبا. تفضل يا تفضل. الله يخليك. مرحبا. استاذ خالد مش كده؟ نعم. انا بعرفك على نفسي يمكن انت ما بتعرفني. انا طارق عوض. طارق عوض. طبعا انت غني عن التعريف يعني بس طبيعه السوق عندي. مرحبا. الحقيقه انا جاي في موضوع يمكن هو موضوع مغري شويه. أنا لولا إني صحوة ضميري والموضوع حزة في نفسي ما كنت جيت أطلعك. طيب ضميرك قال شنو؟ مختار مين؟ والله يا أخي ما أعرف. عموما زوجته معي هناك في البيت وحموها مشى وين؟ سافر ليه؟ عموما انا جايك الليله عشان اوريك هو سافر ليه مع امي. رشاني يا امي طيالي ذهبي وعفجي عفش واحده تانية مختار معايا. ماما ما تستاهلي يا بنتي ولا تزعلي نفسك اصلك البركه اللي الله حلاك منه. تبكي على امي أنا عمري ضيعت مع هذا ما بيستحق. أنا ندمانة يا أمي ندمانة إني ما سمعت كلام أبوي ندمانة وخديانة. أنا البركة جيتي منه لا ولد لا بنت. المهم نعرف عنوانه كيف ونجيب منه ورقة الطلاق. أنا ممكن أطلب الطلاق بالمحكمة مش كده يا أمي؟ هيا بنتي وهسه أبوه بفكر في الموضوع ده وفتش في عنوانه عشان اطلقك منه. المهم اهم حاجه انت عاني لروحك ولصحتك وما تشيلي اي هم. سامحني يا امي انا عارفه روحي عذبتكم. ما في مشكله يا بنتي يا هدى بيتك وبيت ابوك وكم ما شالك تشيلك العين. الو ايوه طارق كيف اخبارك؟ السودان معاك تمام؟ يا اخي ابو ليلى زوجة مختار ده عذبني عذاب يا اخي يعني كم مرة ابو ليلى مرته؟ ايوه قال داير عنوة مختار جاني كم مرة جاني في المكتب وجاني في البيت. لا 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 دقيقة 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 ده موضوع ده لا قاعدة مزاجي يا اخوي نمشي الصالون دقيقة. قال داير يطلقها منه بأي زمن. ما يطلقها كان طلقها المشكلة وين طيب؟ يا أخي ما سرقت الورقة يا طارق. أي يرسلها لا عن طريقك يرسلها بالفاكس يرسلها المهم وخلاص. يا أخي افهميني أبو ليلى داير ورقة الطلاق من مختار صح؟ وأبو ليلى ده شنو؟ مراود. يقوم مختار يطلب مقابل ورقة الطلاق دي خميرة. الخميرة دي اللي هيستفيد منها منو؟ العبد لله وانت. يا طارق انت ما مصيب؟ اي شغل مخك. انت كارثة تمشي على قدمين. طيب انا همسك لك موضوع ابو ليلى ده هنا
انت هتقومي تمسكي لي موضوع مختار ده هناك، لا تحسمي لي. اي هو كده الشغل. يلا مع السلامه بقى عشان اشوف موضوعك. يلا بقى، يلا مع السلامه. شقي ومجنون، قالوا هلا وخالد شقي ومجنون. ايوه وين انت؟ انا في المطبخ يا ست الكل. عليك الله خلي الحاجات دي كلها في المطبخ. تعال بجيب لك كاسه مويه معاك. حاضر مويه بس. ايوه بس الموضوع ضروري. يلا تفضلي يا ست الكل. تسلم. ان شاء الله خير. خير. ابو ليلى اتصل على طارق وبيسال عن عنوانك. دايرة العنوان شنو بعد المدة دي كلها؟ دايرة تطلق بيسر يا اخوي، كل حاجة تعمل. مالو؟ تطلقها؟ بدك تكون معلقة تحبها ازاي بس؟ إذا هو أصلاً كان ما حيقصر معاك قصاد الورقة دي، تطلقها ساي ليه؟ يقصر معاي ما يقصر معاي، أنا ما داير منهم أي شيء. كفاية، كفاية شافته ليلى معاي. أنا بسمعك كده يا أخوي تقول لسه خلاص بتحبك. لا قلت ليه لا؟ كون كبرت معاي. وأنا يا أنت براك تعرف معزتك يا مين؟ عارفة يا مختار، عشان كده أنا قاعدة أفتش لمصلحتك. مصلحتي؟ ألقى شغل، أعتمد على نفسي، بدل أكون عال عليك. أنت زوجي وشريك عمري ومالي يا أبو مالك، وأي حاجة أنت محتاج لها أنا ما بقصرها معك وما أظن قصرتها معك. صح، في دي أنت صادقة، لكن أنا نفسي نرجع السودان، أي حتة في السودان. عطارة لعطارة خير بريد. وعشان ترجع السودان لازم يكون عندك هدف معين. هدف؟ ما خلاص هدف شو؟ خلاص كيف؟ انت لازم يا مختار تعمل لك مشروع. مشروع؟ مشروع؟ بشنو كيف؟ المشروع ما قدامك والقروش في جيبك. في جيبي؟ انت ما تقولي كلام عديل، انا ما فاهم حاجه. فكر معي يا مختار وعاين كويس كده للامور وحتعرف انا بقول شنو. ما فاهم، فهميني بالراحة. ورقة طلاق ليلى هي الاستثمار الحقيقي وضمان لمستقبلك قدام. مستقبلي؟ دايراني ابني مستقبلي على تعاسة ليلى تاني؟ ما بعمل. خلاص يا مختار، ابعد في البلد دي وخليك مغمور كده من غير طموح. وكل يوم شابكني السودان وماشي السودان وراجع السودان. راجع السودان بشنو؟ حتقول لي نفس السودان ذاته جبت شنو؟ وعشان شنو ذاتك راجع السودان انت؟ يا كوسر مختار فكر في الموضوع. والله يا أمنا. الله يبارك. مرحبا بك. الله يبارك. مرحبا بك يا ولدي. والله حقيقة الواحد بتأسف للحياة اللي حصلت. الحمد لله. ليلى على مرض. الله يرضى حقيقة والله على مرض. والله ما رضتنا. ده من أصلك يا ابني، من أصلك. الحمد لله على مرض. الحمد لله الحمد لله. والغريب أنا تكلمت مع مختار يعني. زفت. زفت. قلت له يا مختار. زفت. يا أخي يا أخي ليلى دي كنز والله. بيد على اخلاق وادب واحترام بس الحمد لله، لكن ما بسمع الكلام، ما بسمع الكلام.
فأنا اتصلت بي زفت. لا ده مختار زفت، أنا بتكلم عن زوجته كوثر، كوثر اسمها على ما أعتقد. وقالت لي إنه أظن هم محتاجين لرقمك عشان ما يتصل عليك مختار ولا حاجة. زفت. فقلت له إن شاء الله يعني أنا أوصله، أنا اجتهدت في إنه أضرب عندك موبايل. نعم أنا سجل الرقم. طيب صفر صفر واحد. نعم صفر واحد صفر واحد صفر واحد. دولي دولي ده رقم مميز، رقم دولي مميز. كيف ده؟ ان شاء الله انا اتصل، لو اتصل عليه وانا اتصل له يعني. نعم. وريهم الرقم يعني. يا بالله يخليك تتصل به هو شخصيا. لا لا الموضوع ده ان شاء الله اهتم به جدا يعني. انتوا زوج ناسنا وليلى يعني زي اختنا والله. والله يا ابني ده من اصلك. الله يبارك فيك. اصل كريم لازم ينم عن حاجات كريمه يعني. الواحد بيكرر اسفه للي حصل. ده من اصلك والله. شكرا لك. شكرا. انا استاذن. لا اقول تتغدوا يا عمنا. والله يا ما شاء الله. خلاص يا عمنا. بدون عمل، محبوس بين الحيط بدون هوية، وخايف اطلع يشيلوني في كشة. سيادته ما اخذ حريته للآخر. تطلع على كيفه وطريع على كيفه، حتى العصمة في ايده. يا خسارة يا مختار، يا خسارة يا مختار، لعمرك في كملت شارك. حاسس بحرج في الحياة دي. أنا طبعا الحياة دي بتسبب لي حرج والله. خير في مختار الله. لكن والله لو لا ليلى يعني بتعلي علينا، ولأنها مسكينة وأنا عارف يعني معزتها، يعني عندها معزة خاصة عندي. أنا ما كنت والله قمت بالحياة دي والله. من أصلك يعني. من أصلك يا من أصلك. والله الواحد يعني متأسف على الحياة اللي بتحصل. مختار، انت جيتي؟ يا اخوي انا جيتي جبت لك خبر الهنا والسرور. خبر شنو ان شاء الله خير؟ جيتي جبت لك ارم نسيبك. رسلوا لك منو؟ رسلوا لي طارق، وقال نسيبك اتصل عليه وهو مستعد انه يدفع لك القروش. المبلغ كم؟ 65,000، يعني 65 مليون يا مختار. دوت خسيس. طيب التزعين دي ما ممكن شوية في الضاير؟ لا لا ما في طريق. هو أكد لي إنه صعب إنه ينزل. أنا طبعا حاولت معاه إنه ينزل شوية، لكن تعرف مختار. والله أنا كنت داري أديك لها كاش الصباح، لكن والله ما لقيت هنا. حقوم حولت قروشي كلها وحديك لها شيك. لا والله لا والله، تستلم القسيمة أول. ده من أصلك والله. ده من أصلك بالله. الدنيا ده حصل فيها شنو؟ تفضل. بارك. أن أنت ود جدع ود أصيل حقيقي يعني. دنيا غريبة، أزمة الضمائر. أمنة يا أمنة. ليلى. أيوة يا أبوي. ليلى أرح، تعال قودي جنبي، قودي قودي أمنة، قودي هنا. الليلة أنا فرح، الليلة أنا مسرور. يعطيك العافية يا أبوي. مفعم بالحيوية والنشاط والله. ما تقولي زول يا ولد عندهم السكري ولا الضغط. فرح أنا. الله يخليك لي يا أبوي. ليك الليلة معاي مفاجأة. الله مفاجأة. تفضلي. اقرأ. اقرأي. أبوي. أمي. في شنو؟ طلقوني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
وسهلا. انا غالي. شرفنا. طبعا انت بتعرفي لكن عم طلب بعرفي كويس. انا كده بقول له طارق. لا يتفضل يتفضل. انا في الحقيقه عم خلف خش في الموضوع طوالي. انا الحقيقه المحنه الاخيره دي عرفتني بيكون اكتر وقربتني بعائله الحقيقه حبيت كون اكتر. عشان ما اطول عليك الموضوع انا بطلب يد بنتك ليلى اللي شخصي الضعيف. مين لقلقتك ولقلقتك دي عرفتك؟ مبروك. وانا ما بلقى احسن منك. يا بقري ما تخليك جاهز. يا اصلا انا ندمان يا عمي. ندمان. انا ندمان. زفت. خسيس ويستاهل اي حاجه حصلت لي. لا إنا هي حكيت صراحة كده يعني أنا جاي أتظلم لوحدة زميلتنا هنا في المؤسسة. أنا حاسبها إنه هي معانية ومعانية تعالي شيل دير حالكم ما شاء الله. أنت كيف موضوع القهوة هذا خليه 200 الكهرباء يعتبروا وقت. فيلم أزمة الضمير أستاذ محمود المجروح موسى. دي أول شوط في مسلسل فيلم أزمة الضمير. محمد خلف الله. الأستاذ محمد خلف الله الرائد المسرحي والدراما خلف الله. تبغى شد حيلك. أول شوط